في تحد لإيجاد لقمة عيش كريمة، يقيم مركز غزان في مدينة كفرنبل جنوب إدلب تدريبا مهنيا تشارك من خلاله 30 امرأة، ممن يتحملن مسؤولية إعالة أطفالهن وعوائلهن، وذلك على مدار 3 أشهر. افتتحنا دورات تدريبية لمهنة المزيك. طبعا الفكرة كانت هي بسبب الأوضاع الموجودة وكثرة نساء الشهداء والمعتقلين والعوائل هاي، فبيتم تدريب المتدربات لمدة 3 شهور على عدة مراحل، 3 مراحل، وتستطيع بعد الدورة إن شاء الله إتقان المهنة وتستطيع تشتغل في بيتها. ونحن إن شاء الله راح يتم تأمين فرص عمل لأغلب المتدربات في المركز. تسعى أم أحمد ورفيقاتها إلى تحسين وضعهن المعيشية مدفوعة بحبها لهذه الحرفة التي اشتهرت بها مدينة الفسيفساء كفرنبل. ولم ينتهي العمل بهذا الفن بظروف الحرب التي تعيشها مدينتها. جيت لهون اتعلم شغل المزيك منشان احسن وضعنا المعيشة، لانه يعني بحسن انا اخذ شغلي على البيت اشتغل بالبيت، وما يعني ما اطلع من بيتي اشتغل وحسن وضعنا المعيشة. عمل أم أحمد بهذه المهنة يتطلب منها وقتا طويلا لإنتاج قطعة فنية واحدة، معتمدة على قطع صغيرة من الحجارة الطبيعية الملونة التي توجد بكثرة في جبال المدينة، ما يخفف عبء الأسعار العالية على النساء اللواتي يرغبن بإكمال مسيرة عملهن بعد انتهاء التدريب الذي صقل مهاراتهن بشكل كبير. ويقدر ثمن القطعة الواحدة بعد أن تصبح مكتملة بين 50 و500 دولار أمريكي تقريبا، تسوق خارج المنطقة غالب الأحيان. أنا مدربة في مركز غزال للتدريب والتنمية، بدنا نعمل معرض في الشغل اللي اشتغلنه البنات وشغلهن صار ممتاز جدا. صعوبة التعامل مع هذه الحجارة تتطلب خبرة ومهارة، لكن ذلك لم يمنع المرأة السورية من احتراف العمل بها لتحكي من خلالها قوة إرادتها. حنين السيد لأورينت نيوز.